تفتكر الشعب المصري لو هيفتي على موضوع انجينا جولي وباد بيت هيقول هما انفصلوا ليه؟ عادي اقولك شايف اللي احلى منك، اصله بخيل، اصله بيخني، اصله مش عارف بص لمين. شغل الشعب المصري يعني. عشان هو خانها اكيد. ده اكيد الشعب المصري هيقول كده. هيقول كده طبعا. ايه هو ليه ثلاث سوابق قبل كده؟ ثلاث سوابق. ثلاث سوابق مع ثلاث ممثلين قبل انجينا. او تقريبا سابقتين وانجينا كانت الثالثه ودي الرابعه. الحل يعني. دي الزوجة الرابعة. لا لا انت خنتيني وانا مصور الفيديو وسيديك معايا فاهمني. بس فسيديك كلها طبعا طلعت معايا فعلا وبس يعني فانفصلوا، فمن حقه بصراحة يعني. انا شايف انه من حقه. هي كده انجينا وافقت قضية على بيته خالة مرتضى منصور والمحامي بتاعها، هيعمل ايه؟ هو هيقعد يقول ديك ام وميتين ام وهيقعد يسب ويشتم عادي يعني. هو ده مرتضى منصور. لا بلاش اقول الرد. لا بلاش اقول الرد. لا ده ممكن يكون مرتضى منصور عنده استوديوهات بتاعه براد بيت. هيجيب ام العيله كلها. ايوه بلبوس. بلبوس بس بلاقيه بلبوس. مش دي اذا عشان معاه استوديوهات وهيخوديني في داهيه. ابن ميتين الكلب براد بيت ده. بس كده. بالجزمه. اقسم بالله يجيبوا بلبوس. هيجيبوا بلبوس ده يعني. تخيل كده انجينا نفقتها كام؟ والله ما استبعدش يعني. في واحده كده اعرفها نفقتها 250 وهي شبه الشبشب اقسم بالله. ما بالك دي بقى يعني تدخلها في 2 مليون دولار 3 مليون دولار كده يعني. نفقتها بالمصري ولا بالدولار؟ حسب بقول يعني زي ما انت عايز. نفقتها؟ لا والله هو بالنسبه للي اتعمل في جوني ديب فممكن نفقتها بقى توصل لها 120 مليون حاجه كده. مش مبلغ يعني؟ لا مش مبلغ خالص، دي الفكه بتاعتها. مين بقى اللي هيربي الولاد؟ هو تقريبا في واحده هترجع الايتام عشان في بيبي اللي هو عندهم بيبي اسمراني كده. اوكيت. لا واخدينهم بالتبني يعني. فده ممكن يرجع الملجا والباقي بقى ممكن بقى يوزعوه بقى على اصحابه وكده. الممثلين اللي ما خلفش بقى ياخد رب ده كده يعني. هيكسبوا سواء. هيكسبوا سواء اكيد. انجلين يعني هي مربيه عيال العيال الصوت كلهم وبتوع جنوب افريقيا وهتيجي على عيالها تسيبهم لبراديو. صح حنينه. لا يا حنينه والله يا رب تتبناني يعني. انا بوجه لها رساله لو شافتني من الحلقه دي يا ريت تتبنيني عشان انا امي وابويا مشتاقيني خلاص. هودوه ملجا خلتهم ستيت. ده فين؟ ده ملجا جميل قوي. بياخدوا العيال بهدلوهم ورجعوهم تاني. لو انت عايز تواسي بقى انجينا كده بكلمتين تقول لها ايه؟ لا ما تزعليش يا حبيبه قلبي. تعالى الرجاله عندنا كتير. وعادي جدا بيعيشوا مع مراتاتهم بال 30 وال 40 سنه. ما تقلقيش يا انجلينا كلنا وراك اقسم بالله. وجه لها بقى اخر كلمه بقى. يا انجلينا احنا هنا ان ايجيبت بالانجليزي. اي وانا سي فور انجلينا جولي سمثينج فيري امبورتنت اول ذا ايجيبت ان واي ذا انجلينا جولي اتس فيري كايند بيكوز هيلب ا لوت اوف بيبل ان سوريا لايك ذات. سو انجلينا فيري كايند. If right bit not know you, you are like a diamond. So if no respect that, so go ahead, go leave it him, leave it him. أوه لاش حاجة يا حبيبة قلب الشعب كله أقسم بالله. هبة هي. سيدنا مدين عليك. أقسم بالله نجيب لك براد بيلي في شوال على طول.